مرحبا، بدي فرجيكي سهولة وبساطة استخدام جهاز إزالة الشعر فيليبس لوميار بريسيجن بلس بتقنية الضوء النبضي المكثف IPL. قبل البدء باستعمال لوميا لازم تتأكدي من ملائمة الجهاز لنوع بشرتك ولون شعر جسمك. وإذا ما سبق واستعملتي لوميا من قبل، ضروري أول شيء تجهزي بشرتك من خلال حلاقة المنطقة المرغوب بعلاجها. لازم تقومي بهيدي الخطوة في أول 4 أو 5 جلسات، وبعد منها ما بيعود هالشي ضروري لأنه البشرة بتصير ناعمة الملمس. بلشي باستعمال الملحق يلي بيناسب المنطقة يلي بدك تعالجيها. صممي ملحق الدقة للاستعمال الآمن على الوجه والمناطق اللي بتحتاج دقة أكثر. استعملي ملحق الجسم كبير الحجم بسرعة أكبر على المناطق الواسعة مثل الرجلين. شغلي الجهاز واختاري درجة الكثافة الضوئية يلي بتتماشى مع نوع بشرتك. لتعرفيها لازم ترجعي لقائمة المطابقة المرفقة مع جهاز لوميا. وإذا كانت بشرتك اسمرت فلازم تنتبهي لحتى ما يأثر هالشي على لونها، وتأكدي من ضبط الإعدادات. بعد ما تعملي برونزاج أو حمام شمس لازم تنتظري 48 ساعة قبل ما تستخدمي جهاز لوميا. أنا بستعمل لوميا بشكل أساسي بمنطقة الإبط والبكيني والرجلين. شوفي قديش استعمالها سهل. أول شي بحط لوميا عبشرتي بزاوية 90 درجة مع الضغط البسيط لأتأكد من لمستها الكاملة لبشرتي. عند ملمسة البشرة بشكل كامل بيشتعل ضوء أخضر. هلأ صار فيكي تبلشي باستخدام الجهاز من خلال الضغط على زر الفلاش بانتظام. راح تشوفي ضوء فلاش. ارفعي الجهاز من بشرتك بين كل فلاش وعيدي العملية على المنطقة اللي جنبها مع التأكد من التداخل بين المنطقتين. استعملي ملحق الدقة المصمم خصيصاً لحماية إضافية. ممكن تستعمليه على الدقن، الشفة العلوية والسلفين، بس ما فيكي تستعملي لوميا على الحواجب أو بالقرب من منطقة العين. الوقت المطلوب للجلسات بيتفاوت حسب مناطق الجسم المختلفة. الوجه بياخد دقيقة لتحت الإبط، 5 دقايق لمنطقة البكيني، و 12 دقيقة تقريباً لك الرجل. مبدئياً لازم تستعملي لوميا ما بين 4 و5 مرات كل أسبوعين، ورح تشوفي إنه في الفترة الفاصلة ما بين كل جلسة بيبدأ الشعر بيتساقط بشكل طبيعي وما بيرجع يطلع عن جديد. بعد هالمرحلة رح تصير بشرتك ناعمة الملمس، ولتحافظي على نعومتها كرري الجلسات حسب حاجتك. وأخيرا من الضروري جدا تنظفي جهاز لوميا بعد كل جلسة لضمان نتائج مثالية ولزيادة عمر الجهاز فترة أطول. التنظيف بجنبك كمان التفاعلات السلبية للبشرة أو أي أعراض جانبية غير مرغوب فيها. لما تقومي بتنظيف لوميا لازم أول شي تفصلي الجهاز إذا كان عم يشحن وتتركيه على جنب لا يبرد. افصلي الملحقات يلي استعملتيها وامسحي الإزازة الداخلي للجهاز بقطعة القماش يلي عم تيجي معه. السطح الخارجي للملحق والإطار المعدني جوا الملحق. هلأ صار جهاز لوميا نظيف وجاهز للجلسة القادمة. ومثل ما عم بتشوفي مع جهاز فيليبس لوميا صار ممكن الحصول على بشرة جذابة وناعمة كل يوم.